ولإلقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف على الهواء مباشرة سعادة الأستاذة فائقة الصالح وزيرة الصحة. سعادة الوزيرة، بعد التحية وبناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وأيضا من خلال زيارتكم التفقدية لمستودعات الأدوية بالمخازن الرئيسية، نود التعرف من سعادتكم على طبيعة الإجراءات التي اتخذتموها في الوزارة لتوفير الأدوية بناء على التوجيهات الكريمة لسموه. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا الأخ حسين. أولا بداية أشكركم أولا على هذا اللقاء ولموضوع طبعا يهم الجميع في مملكتنا الغالية، ومثل ما تعرفون بأن موضوع الأدوية أخذ حيز كبير في مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، مما أدى طبعا إلى الاهتمام الشخصي من صاحب السمو والملك الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، وجه يعني بصراحة بإسراع في توفير الأدوية، وكلفنا إحنا كوزارة الصحة بيكون عندنا الشراء المباشر والفوري حتى نغطي كل الاحتياجات الدواء. والوزارة في إجراءاتها قامت من فترة يعني بتقديم كل طلبات الشراء من الموردين لمختلف كل الأنواع اللي تحتاجها المستشفيات والمراكز حسب المعتاد للأنظمة المتبعة في الحكومة عموما لشراء أي سلعة، ولكن لسرعة الإجراءات وتقليص المدة الاستلام من الأدوية من الموردين قمنا باتخاذ إجراءات أسرع من خلال الشراء المباشر من الصيدليات المحلية، وصراحة كان هناك تعاون كبير من قبل الموردين في مملكة البحرين خلال هذه الأيام، واللي سارعت ومعنا بأن هي بتسليم كل الاحتياجات اللي نحتاجها في غضون أيام، يعني يومين الأخيرين ومن ثلاثة من يوم أول أمس وأمس واليوم. وأحب أيضا أنوه إلى أن الإجراءات اللي اتبعناها تعاونت معنا وساعدتنا بشكل كبير وزارة المالية، اللي هي قامت بإصدار كل الموافقات بشكل عاجل وسريع بدون أي تأخير حتى نتمكن من شراء الاحتياجات ل 650 من الدواء لنغطي المخزون، على أساس أن يكون متوفر عندنا هذه في الخطة القصيرة المدى تكون عندنا لمدة الأربعة أشهر. وتم تخصيص الميزانية مثل ما يعني تعرفون بأمر من سمو رئيس الوزراء، وخصص 15 مليون دينار لتغطية هذه الاحتياجات. الزيارة التفقدية طبعا اللي قمت فيها كانت لإدارة التجهيزات، وكنت حابة أتأكد بنفسي عن عملية الاستلام من الموردين من الصيدليات من المرحلة الأولى من استلامها وتسليم هذه الأدوية بالمخازن، وحتى تصل على أساس أنه يبدأ بالفحص والتأكد من مأمونية وسلامة هذه الأدوية اللي وصلت من الصيدليات حتى قبل أن تذهب إلى التخزين، وتبدأ من عملية بعدين توزيعها على المراكز والمستشفيات. طبعا هذه كلها تابعة للوزارة. يوم خلال هاليومين استطعنا ان احنا نستلم 430 نوع، والمخازن الادوية الموجودة حاليا يعني حسب ما شفت ان طبعا بنفسي كنت في زيارات سابقة موجودة كميات هائلة وضخمة من مختلف انواع الادوية والمستلزمات الطبية. طبعا تم بعضها استلامها مسبقا، لكن وفق الخطة القصيرة أخذت يومين يعني استطعنا أن احنا نستكمل أعداد كبيرة من هذه الأنواع. وحاليا يتم طبعا بعد الفحص على الشحنات اللي توصل أنها يتم توزيعها، وتابعت عن قرب توزيع الشحنات إلى المراكز الصحية والمستشفيات بناء على الطلبات التي تأتي منهم من هذه المراكز، والموظفين كلهم يعني يعملون على مدار ساعة مشكورين، يعني يقومون بجهد يعني كبير حتى يحققون هذا الهدف. نعم. احنا طبعا هذا اللي قمنا فيه مثل ما ذكرت في خطة قصيرة، لكن وضعنا ايضا الخطة لتوفير الأدوية الى 2020، هاي الخطة الطويلة المدى، بحيث نضمن ان يكون عندنا مخزون استراتيجي مستدام لجميع الأدوية
بالكميات اللي يحتاجها المرضى بدون ما يكون في أي تأخير. يعني هذه الخطة اللي بدأناها وبدأنا فعلا بأن احنا نبني من جديد هذا المخزون الاستراتيجي بحيث ما تصير في أي ظرف من الظروف إنما نعم. نكون متوفر. طيب سعادة الوزيرة، الآن من خلال هذه القصة الخطة القصيرة والمتوسطة، هل تم يعني توفير الاحتياجات الكافية للمواطنين من الأدوية المطلوبة خلال هذه الفترة البسيطة؟ مثل ما ذكرت ان احنا تقريبا الان على مدى اليومين، يعني احنا حاليا تقريبا عندنا 95% متوفر من الأدوية. مع الخطة هذه يعني يمكن باقي 2-3% تقريبا. وهناك بالطريق توصل شحنات اللي من داخل البحرين ومن المملكة العربية السعودية، أيضا في عندنا طلبيات من الموردين وأيضا من الخارج البحرين توصل باستمرار. هناك كل الجهات صراحة متعاونة لسرعة وصولها بحيث أن خلال هالفترة القصيرة أن هي تكون كل المراكز. وعندي أنا يعني إن شاء الله مع الأسبوع القادم أيضا زيارات إلى المراكز الصحية للتأكد من عدم وجود أي احتياجات ما تتوفر لهم. وأود يعني أنا طبعا أن الحكومة طبعا مهتمة كل اهتمام بتوفير يعني الخدمات الصحية. نعم. والكلمة يمكن الأخيرة أود فقط طمأنة المواطنين بأن الأدوية إن شاء الله كلها إن شاء الله تكون متوفرة في جميع. لكن يعني أتمنى أن لو في أي نوع من الأدوية ما يحصل عليها المواطن سواء في مستشفى السلمانية أو في مركز الصحي، يا ريت يكتب لنا أو يبلغنا بالاتصال، وإحنا طبعا نقوم بدورنا بتوفيره بأسرع وقت ممكن. وفي حالات كثيرة وصلت عندنا وإحنا نعرف أنها موجودة في المملكة العربية السعودية، نبعث في الحال لاشتراءها وتتوفر إليه. نعم، جهودكم واضحة سعادة الأستاذة فائقة الصالح وزيرة الصحة، شكرا جزيلا لك.